خير ام جبري؟ والله وغوشتيني، صاير شي؟ خير يا خانم، شايتك بالحكي، بس مشان الله بدك توعديني وعد، شو ما كان ردك تستري علي. احكي احكي، ما تاكلي هم. خاتون. خاتون؟ شبه خاتون المرسال منها؟ ايه منها. خير ان شاء الله، ما في شي، لا تقلقي. طالبة تشوفك لأمر على ضروري كتير كتير كتير. وانتي شلون عرفتي؟ شلون وصلتي لها؟ جايدك بالخبر يا خانم، جايدك بالخبر، بس انتي طولي بالك. هاتي يا ستي. هيك ما على الرسول إلا البلاغ. إيه بس يا أم جبري، إذا دري أبي إني رح روح لعند خاتون وشوفها، مو بعيدة يغضب علي أنا كمان. أيوة يعني معك حق، بس أنا برأيي إنه تشوفي أختي، يعني حسب ما فهمت إن عايزتك ضروري ضروري. طيب بروح بشوفها، بس الله يوفقك ام جبري، خلي هاي القصة بيناتنا ونبي على جوزك ما يفتح تمه بحرفها. ايه صار يا خانو، بأمر عيونك انا. يسلموا ايديك يا ماما. الله يسلمك تقبليني. هاتي لشوف يا ام جبري، شو دار بينك وبين زمرد اليوم؟ ما في شي، ما في شي. ام جبري انا متفقه معك، اعرف كل شارده وارده. احكي شو دار بينك وبين زمرد؟ يعني القصه وما فيها انه انا رح اطيب خاطرها بكلمتين، هذا كل شي. لك يا ام جبري نعمت، انا نعمه مو علي هالحركات. أنا نعمت اللي عم بسحب إيدي وإجري لجوز بنتك خديجة لأخي تحسين. بس أنا يعني يا أم جبري قولي قولي وبتنفتح لك طاقة القدر، اسمعي مني شو قالت لي. شو أعمل يا ربي؟ إذا بدي بلغ أبي عن قرنة خاتون بدها تصير مصيبة، وإذا ما خبرته ودري لحاله كمان مصيبة. بس لازم روح شوفه وأفهم منه كل شي، ويلي بده يصير يصير.